شوف بس انت حاطط نفسك على ضغط تحت ضغط مش طبيعي. ده انت المفروض الماتشين دول تكون حاسم امورك ده قبل ما تلعبه، زي ما صن داونز حاسب اموره خلاص قبل ما ده بقى نرجع له يا كابتن. ليه الاهلي وحش؟ ليه الاهلي وحش؟ مش عشان اللعيبه وحشه. الاهلي بقى له فتره معتمد على اربع خمس لعيبه بس في الملعب اللي هم شايلين العمود بتاع اللي صامت فيهم الله اكبر عليه ويحميه الشناوي، ده اللي صامت في الناس كلها. وايه بعد علي معلول؟ علي انا شايف ان دي اخر سنه، يعني السنه الجايه دي اخر سنه لعلي، لانه بيهاجم بس دفاعيا يا كابتن. انت لو بصيت لعب كتير قوي من عليه قوي النهارده. طاهر هو انت يا سامي يا قمصان، ده انا بحبك ودايما اتكلم، انت مش عارف تقول للراجل، واكيد قال له ان حسين كان بيلعب، حسين الشحات بيلعب باك رايت، لعب في المقصه السنتين ثلاثه باك رايت. هو مش عارف موسيماني؟ ممكن ما يكونش عارف او عارف ومش مقتنع بيه في حته الباك رايت، ما هي برضو اقتناع مدرب. ولا سمع الانتقادات على حسين؟ لا، هو الناس بتنتقده على قدام، يعني ان هو بيضيع وهو وهو وهو، انما حسين لما بيدافع بيقف كويس، بيقف كويس جدا، ودي دي حتته. فانا ازاي انت ما تفكرش في واحد زيه؟ انا قلت لك قبل كده الاهلي عنده مشكله في الطرف اليمين والطرف الشمال، والله ما كنت اعرف ان هنا هيتعور. النهارده عشان تدي كريم فؤاد من اول ماتش عين الولد من الضغط العصبي وعدم المباريات جاله شد، وده طبيعي، ده طبيعي. يعني هو كان ماشي كويس بس من كتر الطيب. النادي الاهلي ما عندوش باك رايت، ما عندوش بديل، هي برضو الظروف، لان اكرم اصابه جامده. مين باك رايت في السوق الاهلي ممكن يجيبه مثلا؟ يعني مين احسن من اللي ما انا بدل ما اجيب اروح واحد تحت الفراوده وانا عندي 10 تحت الفراوده، اجيب باك رايت من افريقيا. انا عجبني الاثنين باكات ليفت، واحد بتاع فيوتشر دلوقتي واحد بتاع البنك الاهلي، جوناسان طبعا، والولد يكوبي ده بتاع وادي دجله يعقوبو، الاثنين دولت جونا ودجله عاليين. النهارده انا شفت الباك ليفت بتاع مامولدي سان داونز، لا 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 حاجه تفرح. انا فكرت ازاي الاهلي لازم ياخد واحد زي الباك ليفت ويجيبه، لان علي قدامه خلاص سنه، مش بتطلبش منه اكتر من كده. علي عمل تاريخ نفسه هنا ومن احسن، بس السن ليه حكم الدنيا. لازم الواحد يبقى عارف عامل حساباته. دي ببساطة الأهلي وحش ليه؟